بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قلنا الآية 108 من سورة النساء The Woman, The Farm, يستخفون من الناس. وربما الناس هنا تشمل الإنس والجن، والله أعلم، أنا لا أقول إلا ما اطمأنت إليه نفسي، والعلم عند الله، ما في ذلك شك، لا ندعي علما. ربنا يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وهذه يقولها للعام يرحم توم منذ قرون، هم علماء، علماء أصحاب الأنوار، علماء أصحاب الاكتشافات، علماء يعني يحبوا غيرهم يقدرهم، وهم ليسوا بعلماء. خاصة شو علمك بالقرآن يا عالم، وعنا الكلاب هذوما للأعلام في العالم، هذا يقول شوي قداش مطلعين على أشياء، قداش ذكيين، قداش يعرفوا يعبروا براتينات، قلوا لا يعلموا شيئا، هذاك يعلمون ظاهرا من القول كما قال مولانا، كاشفا لحالهم وكاشف لرانندهم القلوب العامية. والسلام على أهل الإسلام بالتمام والكمال.